ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تفاعلت ولاية أمنسطات بسرعة وجدية مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صباح يوم الأحد، يظهر فيه أشخاص يحدثون الفوضى ويلحقون خسائر مادية بمجموعة من السيارات المركونة بحي الشباب بمدينة برشيد بواسطة أسلحة بيضاء. وأوضحت المعطيات والسجلات الممسوكة لدى المنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد أن النازلة وقعت مساء يوم أمس السبت حين أقدم المشتبه فيهم على إلحاق خسائر مادية بسيارات كانت مستوقفة بالشارع العام، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوياتهم وتوقيف واحد منهم بعد مرور وقت وجيز عن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. هذا وقد تم إخضاع القاصر الموقوف للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة للكشف عن ظروف وملابسات الحقيقية المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما لا زالت الأبحاث والتحريات جارية لتوقيف باقي المتورطين في هذه القضية. مباشرة من مدينة برشيد البلوك الجديد، الدرب الجديد بالضبط، يعني تم تخريب أزيد من 40 سيارة، وبالنسبة للساكنة ديال الدرب في واحد اللحظة ديال الهلع.